بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الرابع في مادة الفيزياء. موضوع درسنا لهذا اليوم هو بعنوان حيود الشق الأحادي. سنتعرف اليوم بإذن الله معرفة حيود الشق الأحادي، كيف يحدث، ماذا ينتج عن حيود الشق الأحادي. كما تلاحظون أعزائي الطلاب في هذه الصورة، هي صورة لطبعا نمط، هذا النمط يسمى بنمط الحيود، وهذا النمط يتكون على شاشة نتيجة التداخل البناء والهدام لمهيجات هويجنز. وكما تعلمون عندما يتم استخدام الضوء الأبيض ينتج عنه مزيج من أنماط ألوان الطيف طبعا، وهذه هذا النمط هو ناتج عن التداخل البناء والحدام نتيجة الحيود عن شق أحادي. إذن هذا النمط يتكون نتيجة التداخل البناء والحدام، أو ما يسمى نتيجة الحيود عن شق أحادي. فعندما يعبر الضوء الأبيض من خلال شق، طبعا يتكون هناك حيود، وينتج عن هذا الحيود نمط كما شاهدناه قبل قليل. فعند استخدام الضوء الأبيض ينتج عنه مزيج من أنماط ألوان الطيف. وعندما يمر الضوء الأزرق المترابط خلال شق صغير، عرضه أكبر من الطول الموجي للضوء، يحيد عن كلتا الحافتين، وتتكون لدينا سلسلة من الأهداب المضيئة والمعتمة على شاشة بعيدة كما في هذه الصورة. ونلاحظ أنه بدلا من تكون أنماط تصلها مسافات متساوية كتلك التي تكونت من مصدرين ضوئيين مترابطين في تجربة يونغ، يتكون هنا طبعا عبارة عن هدب مركزي عريض ومضيء مع أهداب أقل سمكا وأقل إضاءة في كلا الجانبين. ويزداد عرض الحزمة المركزية المضيئة عندما يتم استخدام الضوء الأحمر بدلا من الأزرق. وعندما يتم استخدام الضوء الأبيض يتكون لدينا نمط من أنماط ألوان الطيف جميعها. ولملاحظة كيف تنتج مهيجات هيجنز نمط الحيود، تخيل شقا صغيرا عرضه W، تخيل هذا الشق عرضه W مجزأ إلى عدد زوجي من نقاط هيجنز، كما في هذا الشكل، حيث تعمل كل نقطة من هذه النقاط بوصفها مصدرا نقطيا لمهيجات هيجنز. جزء الشق إلى جزئين متساويين، واختر مصدرا واحدا من كل جزء على أن يفصل كل زوج مسافة مقداره W على 2 على أو عن الآخر. سينتج هذا الزوج من المصادر الموجات الأسطوانية المترابطة، كما تلاحظون موجات أسطوانية مترابطة، ويحدث بينها تداخل. ويقابل كل مهيجة هيجنز تتكون في النصف العلوي من الشق مهيجات أخرى تتكون في النصف السفلي منها، وتفصلها كما ذكرنا مسافة مقدارها W على 2، مما يؤدي إلى تداخلهما، كما تلاحظون يؤدي إلى تداخلهما تداخلا هداما، وسوف تتكون في هذه المنطقة هدب معتم على الشاشة. وتتداخل كل الأزواج المماثلة من مهيجات هيجنز تداخلا هداما، بينما هذه المناطق سوف تكون لنا أهدابا مضيئة، ومناطق التداخل الهدام تكون لنا أهدابا مظلمة. إذن عرفنا الحيود، وهو انحناء مقدمات الموجات الضوئية حول حواف فتحة في حاجز أثناء نفاذها من خلال هذه الفتحة. إذن هذا هو تعريف الحيود، انحناء مقدمات
الموجات الضوئية حول حواف فتحة في حاجز أثناء نفاذها من خلال هذه الفتحة، فتكون لنا ما يسمى بنمط الحيود، ما يسمى بنمط الحيود. نمط حيود الشق المفرد للضوء الأحمر طبعا كما ذكرنا له هدب مركزي أكثر عرضا من الضوء الأزرق. إذا يتكون لدينا نمط حيود، وهو نمط يتكون على شاشة نتيجة التداخل البناء والهدام لمويجات هيجنز. تتكون لدينا مناطق مضيئة ومناطق مظلمة، يتكون لنا في المركز طبعا يتكون لنا هدب مركزي عريض ومضيء مع أهداب أقل سمكا وأقل إضاءة على الجانبين، بعكس ما حدث في تجربة يونغ. يكون عرضها متساوي، إلا أن في نمط الحيود في الشق الأحادي يكون مختلف، حيث يتكون هدب مركزي يكون عريض أكبر من بقية الأهداب، والأهداب الأخرى تكون أقل سمكا وأقل إضاءة على الجانبين. وذكرنا أنه يختلف عرض الهدب المركزي المضيء باختلاف لون الضوء، فهو للأحمر أكبر من للأزرق وهكذا. أما بالنسبة عندما يتم استخدام الضوء الأبيض ينتج عنه مزيج من أنماط ألوان الطيف. لدينا هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة. يختلف عرض الهدب المركزي المضيء باختلاف لون الضوء، فهو للأحمر أكبر من الأزرق. هل هذه العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ كما تلاحظون في هذه الصورة، هي صورة لنمط الحيود الناتج عن الشق الأحادي، يكون في الوسط، يكون عرض الهدبة المركزية المضيئة يكون أكبر ويختلف من لون لآخر، فهو للأحمر أكبر من للأزرق. إذن هذه عبارة صحيحة. وكما قلنا، نمط الحيود عبارة عن نمط يتكون على الشاشة ينتج عن التداخل البناء والتداخل الهدام لمويجات هيجنز، وهذا رسم تخطيطي لما يحدث طبعا نتيجة التداخل البناء والهدام، يتكون عن أهداب طبعا هدب مركزي مضيء ويكون أكبر عرضا من بقية الأهداب، والأهداب طبعا الأخرى إما هدب معتم أو هدب مضيء، ويتكون الهدب المعتم نتيجة التداخل طبعا الهدام، ويحدث عند تراكب موجتين مختلفتين في الطور. أما بالنسبة للهدب المضيء فيحدث عندما تتراكب موجتين متفقتين في الطور. لدينا هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة. الأهداب المعتمة على الشاشة نتيجة لتداخل هدام لأزواج من مويجات هيجنز، هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ متى يحدث طبعا أو متى تتكون الأهداب المعتمة؟ تتكون الأهداب المعتمة نتيجة للتداخل الهدام، أما الأهداب المضيئة فهي ناتجة عن التداخل البناء. إذن عبارة صحيح. ما هو عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد؟ ما هو عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد؟ كيف نستطيع حساب عرض الحزمة المضيئة؟ نستطيع من خلال هذا القانون، ويساوي حاصل ضرب ضعف الطول الموجي مضروبا في البعد عن الشاشة، وهي المسافة التي تفصل هذه الشاشة التي تتكون عليها هذه الأنماط، وهي المسافة التي تبعد ما بين هذه الشاشة وهذا الشق الأحادي. إذن طبعا عرض الحزمة ونرمز له بالرمز 2X، عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد يساوي حاصل ضرب ضعف طول الموجي مضروبا في بعد الشاشة مقسوما على عرض الشق. عرض الشق مقداره W، عرض الشق مقداره W. إذن من خلال هذا القانون نستطيع حساب
نستطيع حساب عرض طبعا ماذا؟ عرض الحزمة المضيئة في حدود الشق المفرد. طبعا من خلال الشق الأحادي يمكننا ملاحظة الطبيعة الموجية للضوء، نلاحظ تكون الحيود وأيضا التداخل البناء والهدام وتكون نتيجة لذلك نمط، وهذا النمط يسمى بنمط حيود الشق الأحادي. إذا نلاحظ من خلال هذه التجربة، من خلال تجربة الشق الأحادي، الطبيعة الموجية للضوء. فالحيود يزودنا بأداة فعالة لقياس هذا الطول الموجي للضوء فقط عندما يتم استخدام عدد كبير من الشقوق بعضها بجانب بعض. لدينا هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة. من خلال الشق الأحادي يمكن ملاحظة الطبيعة الموجية للضوء، هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ كما ذكرنا من خلال هذه التجربة طبعا يكون هناك تداخل بناء وتداخل هدام ينتج عنه ما يسمى بنمط الحيود، وهو عبارة عن نمط يتكون على شاشة، يتكون من أهداب مضيئة وأهداب مظلمة نتيجة لتداخل البناء والهدام. فهذه عبارة صحيحة. لدينا هذا السؤال، اختر الإجابة الصحيحة. يزودنا الحيود بأداة فعالة لقياس الطول الموجي للضوء بشرط استخدام عدد كبير من الشقوق معا، هل هذه عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ هل هذه عبارة صحيحة؟ نعم، هذه عبارة صحيحة. إذا نستطيع من خلال تجربة الحيود في الشق الأحادي طبعا قياس الطول الموجي. لدينا هذه المسألة من أجل حساب الطول الموجي من خلال تجربة الشق الأحادي. في هذه المسألة لدينا طبعا شق مفرد عرضه 295 جزء من 10,000 مليمتر، سقط عليه ضوء أصفر فظهر نمط على شاشة تبعد عنه مسافة 600 مليمتر، فإذا كان عرض الهدب المركزي المضيء 24 مليمتر فما هو الطول الموجي للضوء؟ نستطيع باستخدام المعادلة السابقة 2x وهي عرض الهدب المركزي المضيء مقداره 24 مليمتر ويساوي طبعا 2 مضروبة في لمدة الطول الموجي مضروبا في L وهي المسافة التي تبعد عنها الشاشة مقسوما على W وهي عرض ماذا؟ عرض الشق. نحن نريد إيجاد الطول الموجي، نحن نريد حساب لمدة. إذا لمدة ماذا تساوي من خلال هذه المعادلة؟ لمدة تساوي 2X مضروبة في W على 2L. إذا نستطيع بالتعويض مباشرة 2x وهي عرض الهدب المركزي المضيء مقداره 24 مليمتر، طبعا بعد التحويل نقسم على 1000، إذا 24 في 10 أس سالب 3 مضروبة في عرض طبعا عرض الشق، عرض الشق مقداره 295 ملي من 10,000 طبعا مقسومة على 2L، 2 مضروبة في L وهي المسافة التي تبعد عنها الشاشة مقدارها 600 ماذا؟ 600 ملي متر. إذا نقوم بتحويلها إلى متر فنجد أن الناتج مقداره لمدة وهي الطول الموجي مقداره 5.9 في 10 أس سالب 7 متر. إذا من خلال تجربة حيود الشق الأحادي استطعنا إيجاد ماذا؟ إيجاد الطول الموجي للضوء. إذن أعزائي الطلاب، في درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن حيود الشق الأحادي وعن نمط الحيود الذي يتكون عن الشق الأحادي، وهو عبارة عن نمط يتكون على الشاشة ينتج عن التداخل البناء والتداخل الهدام لمويجات هيجنز، وتكلمنا عن القانون الذي من خلاله نستطيع حساب عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد، وأيضا من خلاله نستطيع قياس الطول أو حساب الطول الموجي للضوء. ف
فيعتبر طبعا يعتمد نمط حيود نمط الشق الأحادي يعتمد على الطول الموجي، فالحيود يزودنا بأداة فعالة لقياس الطول الموجي للضوء. إذا بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن وفقنا في تقديم كل ما هو مفيد لكم، وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال العناوين الظاهرة أمامكم. نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.